الاستخارة إجابة بنادم يطلب أي ضرب. الاستخارة ضرب تبارك وتعالى إغراء يسكركر الأمر للأمور إجا المهمة، وكان الأمراض للسن بنادم يساسك في الخير له. ولكن المسائل اللي باينين قسمة الخير بهرة ولا قسمة الشر بهرة، زود العبادات المعروفة اللي فولكين ولا المعاصي المنكرات، هانو قسمة الاستخارة اشكون المعاصي المنكرات تي باينت ورات تنتسكر بنادم، العبادات اللي فولكينين الصنائع المعروفة تي رات تنتسكر بنادم بلا يضرب الاستخارة. وكان الحكمة على الاستخارة باش بنادم ما يسلم لا منصر ربي تبارك وتعالى اي يرسرس ارت الضرب سبحانه وتعالى باش يسد سيسمون خير الدنيا واللي خرت. وكان هان واللي ما يفن بنادم اللي رانا يسمون خير الدنيا واللي خرت واللي ما داس يفن تزرلت الدعاء اش كنت انت غير لا راجل في القرن اللي قيس تعظيم ربي تبارك وتعالى اللي قيس الثناء عليه بنادم اي يفتقر ربي تبارك وتعالى. اما من كتلقى تزرلتات اللي تسمى تزرلت استخاره فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وكان الأمر الذي ليس كالتسمى التنة خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر اسم مدح الأمرد سميتنس شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وكان ولد ليس كالاستخارة أدوري زرب سلسل الأمر، وكان نتيجة جوزس باش الاستخارة تعاود تظلت الدعاء من أول أدوار. وكان من العلامات يستقبل بالاستخارة بنادم يعني القلب نفسه ينشرح يريس الحاجة يعني تسترس الأمر. وكان وري شرط باش بنادم ضروري أي زر كان رؤية غود سنس وهو مش ضروري يزر رؤية. أما العلامة عدم القبول يعني وتقبل الأمر وركثير ربي تبارك وتعالى أن نسيت ربي الأمر في لك ستتين في لك يسر كريضني، وكان القلب نكورس يبقى يمز يتعلق الأمر.